والآن مشاهدينا ننتقل إلى استوديو تلفزيون دبي في مقر إكسبو 2020 دبي مع الزميلة هالة بعلوان، ولقاء جديد يندرج ضمن فقرة رواد إكسبو للأعمال. صباح الخير يا هالة. صباح النور، صباح الخير، وأهلا بكم مشاهدينا مع قصة ريادة أعمال جديدة. خبرته في ريادة الأعمال متعددة المجالات، فمنها العقارية والمبيعات والتوظيف ومنها الاستشارات وغيرها. أسس ضيفنا شركة متخصصة بمساعدة رواد الأعمال بتحويل أفكارهم إلى واقع، خاصة في بداية مشوارهم التأسيسي. إضافة إلى ذلك، ضيفنا هو خبير عقاري وشريك مؤسس للشركة العقارية 786، وهو متطوع في معهد الرمسة كموجه لثقافة الأعمال، حيث يقوم بتدريس لغة وثقافة ممارسة الأعمال التجارية. للتعرف أكثر على هذه القصة الريادية، يسعدني أن أحاور في الاستوديو اليوم رائد الأعمال الإماراتي السيد محمد عبيد، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة EBS Entrepreneurs Business Services. صباح الخير سيد يا محمد. يا صباح النور اختي هالة، مرحبا وسهلا. أهلا فيك. الله يسلمك. أهلا فيك، ما شاء الله على الباك جراوند اللي لك وشركة EBS. يعني نحن كتير بهمنا هون ببرنامج رواد إكسبو للأعمال لنسلط الضوء على رواد الأعمال وعلى الأشخاص اللي بمكنوا رواد الأعمال. وحضرتك بشركة EBS يعني بتقدموا خدمات لتمكين رواد الأعمال، ياريت بتخبرنا عن هالشركة والخدمات اللي بتقدموها. نعم، شركة EBS هي شركة متخصصة في جذب الاستثمارات من خارج الدولة، الـ FDI، الـ Foreign Direct Investors. نعم. احنا متخصصين بجذب المستثمرين إلى دبي ودولة الإمارات بشكل عام. طبعا نقوم بمساعدتهم في جميع الخدمات اللي يحتاجونها في دولة الإمارات. نعم. From A to Z. نعم، مثلا شو هي الخدمات؟ إذا أنا مثلا بدي أجي لعندكم بتساعدوني بالرخصة، بتساعد يعني إذا مثلا تعطينا هيك إكزامبل، إذا أنا جاي بدي خدمات. اللي أهم من هذا كله أختي هالة هو فهم طبيعة وثقافة الاقتصاد. نعم. عندنا. نعم. إحنا نساعد أول شيء في كسر حاجز الثقافة الاقتصادية، نفهم المستثمرين ما هي طبيعة ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي نساعدهم على الدخول التدريجي في السوق. طبعا في أشياء ثانية اللي احنا نساعدهم فيها، اللي هي الرخصة والإقامات والعلاقات الحكومية، هذه تعتبر أشياء ثانوية. نعم. بالإضافة إلى الفهم الأساسي لإدارة الأعمال. يعني حلو، جميل جدا، يعني بتساعدون أهم شيء بالتوعية ليعرفوا السوق الاقتصادي وين يستثمروا. احنا متخصصين في فهم ثقافة الأعمال. نعم. في دولة الإمارات، مش بس البزنس، اليوم البزنس مختلف من دولة لدولة. نعم. ودولة الإمارات لها طابع خاص فيها. صحيح. فإحنا نكسر الحاجز هذا ونفهم المستثمر كيف ممكن أنت تكون ناجح في هذه البيئة. رائع جدا، رائع. نعم. جدا. وسيد محمد، حضرتك رائد أعمال مثل ما قلنا، بتمكن رواد الأعمال. نعم. من خلال شركة EBS، من خلال خبرتك شو هي التحديات اللي حضرتك واجهتها او الاشخاص والشركات اللي عم تتعامل معهم واجهوها؟ شو هي اهم ثلاث تحديات وكيف ممكن الواحد يتخطى هدول التحديات؟ التحديات مثل ما ذكرنا اختي هالة، اول تحدي هو طبعا الثقافه، ثقافه الاعمال. من بعد ذلك طبعا بناء العلاقات في هذا السوق المختلف. صحيح. احد التحديات الاخرى اللي تواجه رواد الاعمال اللي هي الفند ريز. نعم. كيف يحصلون على التمويل المناسب لمشاريعهم الخاصه. صحيح. ولكن انا دائما اقول لرواد الاعمال الاصرار هو مفتاح. نعم. فلازم دائما يكون عندك اصرار. صحيح. على المشروع، ولا انك انت تترك الفكره من بدايتها. صحيح، صحيح، رائع جدا. سيد محمد، مثل ما قلنا قبل الهوى، عندك مشاركات بإكسبو، يعني في. نعم. احدى. نعم. مشاريع مشاركات بإكسبو، يا ريت بتخبرنا اكثر عن هالمشاركات. طبعا طبعا احنا نشكر يعني الحمد لله القيادة الرشيدة عندنا على وجود إكسبو، لان احنا صرنا مزدحمين كرواد اعمال في السوق. صحيح. فاصبح المستثمر لما يجي على دبي طبعا هو يمر علينا يخلص اجراءاته ويخلص اشغاله اللي موجوده. صحيح. بالاضافه احنا نشارك بعد مع البافيلون السويسري والبافيلون الايطالي. بشكل مباشر في حدث متنوع والتقاءات مختلفه،
نجتمع فيها مع رواد الأعمال ورجال الأعمال وسيدات الأعمال من هذه الدول ونعرفهم بشكل أفضل طبيعة الاقتصاد عندنا والفرص الموجودة. صحيح، يعني من خلال هالمشاريع أنتم كتير عم بتمكنوا كمان رواد الأعمال لتستقطبوا المواهب. بالطبع، بلا شك بلا شك أكيد. وسيد محمد، إذا للرواد الأعمال أو الأصحاب الأفكار اللي هلأ عم تحضرنا، نعم، وبدأ تستلهم من خبرتك، شو هي أهم عوامل تنصحهم فيها لإنجاح ريادة الأعمال؟ في البداية أختي هالة، لابد من تطوير الذات والالتزام. يعني الشخص نفسه لازم يطور من ذاته ويوصل لمستوى الالتزام مع نفسه في تطوير أعماله. هذه هي الخطوة الأولى. من بعد ذلك لازم أنت تكون دائما مركز على هدفك وتنمي المواهب في هذا المجال. واليوم طبعا إكسبو دبي هو فرصة كبيرة أنك أنت اليوم تمر على هذا المعرض العالمي وتختلط مع الرواد اللي موجودين ومع الكفاءات اللي موجودة وتنطلق بأفكارك. نعم أكيد. وختاما سيد محمد، شو مشاريع شركة إي بي أس أو 786، مشاريعكم المستقبلية؟ طبعا احنا مجموعة شركات، أحد الشركات اللي موجودة عندنا هي الشركة العقارية. أنا بالإضافة إلى طبعا أعمالي، أنا أعتبر بعد خبير عقاري لي مساهمات في التوعية بما يخص السوق العقاري في إمارة دبي. نعم، على يعني ملاحظة التوعية اللي حضرتك هلأ ذكرتها وقلناها بالمقدمة، ياريت بتخبرنا عن تطوعك بشركة رمسة. نعم، كمان بتدرس لغة وثقافة الأعمال التجارية. أكيد، أنا متطوع طبعا بتعليم ثقافة الأعمال واللغة الإماراتية للمستثمرين الأجانب في دولة الإمارات. طبعا هم لما يزورون الإمارات ينبهرون بالثقافة اللي موجودة وحابين يعرفون أكثر، فإحنا طبعا الحمد لله اتطوعنا أن احنا نعلمهم عن الثقافة الإماراتية بالإضافة إلى ثقافة الأعمال. ياريت تعطيني مثل كيف يعني الثقافة هيك للأشخاص عم تحضرنا وبدها تجي تحضر هالدروس مثلا. أكيد بلا شك، يعني في ثقافة الأعمال طبعا في أمثلة مختلفة، ولكن طبيعة البروتوكول التعامل مع أي مستثمر تختلف. فإحنا طبعا لنا جلسة معينة، لنا طريقة معينة في لما تنادي شخص معين باسمه أو أبو فلان، فهذه الشغلات كلها من الأشياء الثقافية اللي تخص ثقافتنا، فهم يحبون يعرفون أكثر عن هذه الثقافة بالإضافة إلى الرمسة الإماراتية. نعم، يعني نعم، دائما يحبون أنه يدخل يتكلم رمسة إماراتية تكسر الروتين ويدخل في جو الاجتماع أو في جو العمل. هذا الشيء رائع جدا، ما بنشوفه دائما، يعني لغة وثقافة اللغة التجارية، وكتير حلو. نعم، يعني بتلفت نظر الأجانب اللي عم يجوا على البلد. بلا شك، ويحبون طبعا هذا الشيء بشكل كبير. والطلبة اللي كانوا عندي طبعا هم أكبر مني سنا، فكان عندي حتى طلبة أعمارهم وصلت يمكن حتى 70 سنة أو 80 سنة. لا، هم عبارة عن مستثمرين وأصحاب شركات كبيرة وأطباء حابين أنهم يتعلمون اللغة الإماراتية والثقافة الإماراتية. والله برافو، الله يزيدك الخير الله عشان عم تتطوع وتعمل هيدا الشيء. بالعكس، هذا فخر وهذا واجب علينا احنا. سيد محمد عبيد، أنا كثير انبسطت فيك اليوم، شكرا لوجودك معنا بالاستوديو. شكرا 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 شكرا, 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 شكرا. وهلأ منعود لكم زملائنا بمركز الأخبار لاستكمال فقرات إكسبو هذا الصباح.